علي خياطي كوفونداتور ديال بلوت دوت و ديريكتور تكنيك. بلوت دوت هي واحد المنصة ديال الذكاء الصناعي التوليدي اللي كتعاون المخرجين وكتاب السيناريو انهم يكتبوا دي سيناريوهات ديال الافلام او لا افلام قصيره او لا حتى مسلسلات مع بمساعده ديال الذكاء الاصطناعي التوليدي. دونك كتخليهم انهم يكتبوا يبداو من واحد الفكره حتى لو سكريبت فينال بالمساعده ديال الذكاء الاصطناعي. هذه المشاركه صراحه هي واحد الفرصة اللي ثمينة أننا نتمنوا بحال هاد المشاريع، وإن شاء الله الأفاق ديالنا هو أننا نديروا دي كولابوراسيون مع دي كرياتور دو فيلم في هوليوود، حيت الشركة المقر ديالها في الولايات المتحدة، ولكن بغينا يكون عندنا واحد البريزونس حتى في المغرب إن شاء الله، ويكون عندنا دي بارتناري هنا في المغرب. السلام عليكم، خروبي حمزه، المدير التنفيذي ديال شركه بي جي بي ار تكنولوجيز، شركه كتقوم باعاده تدوير النفايات العضويه وتحويل ديالها لاسمده عضويه. اليوم حصل لنا الشرف نفوزوا بجائزه المغرب للشباب اللي هو لقب جميع الشباب المغاربه دايرينه نصب اعينهم، ومشاعر مختلطه جدا. باقي دابا حنا كنبروسيسيو هذا الفوز هذا اللي كيعني لنا واحد الخطوه من ضمن الخطوات ان شاء الله اخرى واهداف اخرى مسطره ان شاء الله باغي نحققوها. كنشكروا كل واحد تقفينا وكل واحد دعمنا حتى لدابا، والميساج اللي كنبغيو ندوزوه للشباب المغربي هو ان الحلم المغربي كيف ما سماه السيد الوزير هو يقدر يكون حقيقه في بلادنا وبالامكانيات اللي كاينه دابا، وخاص كل واحد غير يثق في الحلم ديالو ويثق في الهدف ديالو. فقط من منظور يعني التعليم ولا منظور ديال المكتسبات اللي اكتسبنا لان في الجامعات المغربيه ديالنا، وايضا التعلم الذاتي اللي الحمد لله كيخلينا اننا نبتكروا ونبدعوا يعني في شتى المجالات وخصوصا الطب. كيفاش جاتك الفكره باش اسستي هذا البروجي؟ الفكره جات من مور ما شفنا الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو، يعني من مور ما دعا المغرب كامل انهم يتعاونوا في البيوز على الناس ديال الحوس. وثاني حاجه هو الجمعيات لقيتهم بانهم كيلقاو صعوبه باش يعرفوا المناطق المتضرره يعني من زلزال الحوز او النوع ديال المساعده اللي محتاجه، فتم تم بناء المنصه وتمنا يعني بالحصول على معطيات وبيانات من عده مصادر كنتاكد من داعات كنحطها في البلاتفورم. وكنشكر حتى الجمعيات انهم مرة يديروا شي تدخل في شي دوار ولا شي حاجه كيقولوا لي انه التدخل اللي غيروا، وحنا كنحطوه باش الجمعيه الاخرى اللي غتكون جايه غتعرف شنو اللي مازال خاصين بك الناس او واش خاصهم تاعك. Projet Djali, c'est un projet financé par l'Agence nationale de recherche, qui a été Lille, France. L'idée Djali est que nous avons enhancé les performances des micro-batteries et nous avons enhancé les batteries en nous avons l'arrangement des structures atomiques. Les micro-batteries, nous avons utilisé pour tout ce qui est, par exemple, dans la santé quand on utilise les micro batteries quand on utilise la santé comme source d'énergie les capteurs voilà pour Salam alaikum, smiti Karima Al-Idawi, danseuse interprète et chorégraphe Medina Tanja.
اليوم نقدم لكم بروجي ديالي اللي سميتو المكتوب. هو عبارة على اون كرياسيون كوريغرافيك في الدومين ديال لي زار فيفون. والمكتوب كيهضر على وكيناقش على المشكل ديال النساء العازبات في الغير متزوجات في المجتمع ديالنا العربي. وانا بدوري كراقصة ومؤدية كنجسد هاد السوجي هذا من خلال الرقص المعاصر والمسرح. وهاد البروجي هذا في كولابوراسيون مع لو كرياتور سونور والبروديكتور ميوزيكال ديال لا بياس عمر شاقول اللي يهضر لكم على المسائل التقنية في البروجي. السلام عليكم، معك عمر شقور منتج موسيقي من طنجة. بالنسبة للجانب الصوتي والموسيقي في القطعة ديال المكتوب، ركزنا على أننا نعكسوا التضارب الثقافي اللي كتعيشه المرأة المغربية الغير متزوجة، وذلك من خلال الأنماط الموسيقية الموجودة في التراث المغربي مثل القناوة، الأندلسي، الشعبي، الأمازيغي كذلك، مجزناها مع الموسيقى الإلكترونية الحديثة باش عطاتنا واحد المزيج اللي متميز. كما كذلك استعملنا التكنولوجيا الجديده في صناعه الموسيقى من خلال الميدي بلوتوث اللي سمحت لنا اننا نحولوا الحركات ديال لا دونس نحولوها الى موجات وترددات اللي قدرنا ننتجريوها في وسط الموسيقى باش يكون عندنا واحد الجانب روحاني في المشروع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.